ذكرتم أن الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله لا تحل، فهل أهل النبي صلى الله عليه وسلم موجودون الآن؟ ما قلت أهل النبي، الصدقة حرام على النبي وآل محمد، على آل محمد، على محمد وعلى آل محمد، يعني بني هاشم، على بني هاشم وبني المطلب ابن عمه الذين لم يفارقوه في مناصرته في مكة لما حاصره المشركون في الشعب، صاروا معه، صار بنو المطلب معه، صبروا معه، ولذلك أخذوا حكم بني هاشم، فتحرم عليهم الصدقة عند بعض العلماء، أو البعض الآخر يقول لا، الصدقة إنما تحرم على بني هاشم وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.